خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من داخل مقر إقامة النادي الأهلي يتعرف على آخر الأخبار والاستعدادات قبل ساعات بسيطة جدا من بداية المباراة. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك، نطمن منك على فرقتنا وعلى ساعاتها ويومها النهارده في مباراه استعاده باذن الله نتمناها كذلك طبعا استعاده صداره الدوري الممتاز. يعني خليني اخد من كلامك زميلي العزيز احمد نقاط مهمه جدا اثرتها، سواء دور الجمهور ورسالتك للجمهور وايضا اهميه هذه المباراه، وخلاص احنا في مرحله صعبه جدا، 8 مباريات، عدم التفريط في اي نقطه، ده كان محور كلام حديث مستر بيتسو موسيماني وافراد الجهاز الفني مع اللاعبين. مرحله صعبه جدا، وان حفاظك على اللقب يعني يتطلب شخصيات لعيبه النادي الاهلي اللي هي دايما بتظهر في هذه التوقيتات. عايز كمان اتكلم في نقطه ويعني تسمح لي ويسمح لي كل جمهور النادي الاهلي انا اتكلم فيها، لان الامر يعني بيدل على مدى ارتباطه وحبه وعشقه للنادي الاهلي هو الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب في الفترة الأخيرة موجود مع الفريق بصورة مستمرة في التدريبات، في سفريات، في كل التوقيتات. في الوقت اللي أنا بكلمك فيه في هذه الأثناء الكابتن محمود الخطيب متواجد هنا في فندق الإقامة مع اللاعبين. قد يبدو لبعض الناس إن هو أمر معتاد أو أمر عادي إن رئيس النادي موجود مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل المباراة. لكن انا عايز اقول لك ان المجهود الكبير جدا اللي بيبذله الكابتن الخطيب، وانا يعني انا مصمم ان انا اتكلم في هذا الامر قبل ما نتكلم على تفاصيل المباراه، ان كم المجهود اللي بيبذله الكابتن الخطيب ما بين تفقد لكل منشآت النادي، سواء بقى في المنشآت اللي بتجرى بصوره مستمره او ان هو يكون موجود في تدريبات الفريق او يكون موجود النهارده، اعتقد هو حاسس بقيمة المرحلة اللي احنا فيها، واعتقد ده بينعكس على اللاعبين وبينعكس على الجهاز الفني. يعني مجهود كبير للكابتن محمود الخطيب، ربنا يديله الصحة يا رب، ويعني دايما يكون موجود في الميعاد وموجود في التوقيت، واعتقد وجوده كافي جدا لكل اللاعبين. لو هنتكلم على المباراة زميلي احمد، مباراة في غاية الأهمية، مباراة في غاية الصعوبة جدا للنادي الأهلي، وده اللي مستر بيتسو موسيماني حذر فيه اللاعبين عدم النظر لفريق وادي دجلة اللي بيحتل المركز قبل الأخير. منذ يعني لحظات انتهت المحاضرة الفنية المستر بيتسو موسيماني، طبعا اللاعبين تناولوا يعني اليوم النهاردة وجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا، ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة 3 عصرا، المحاضرة الفنية المستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الساعة 5:30، كلم مع اللاعبين، شدد على ضرورة استغلال أنصاف الفرص، ضرورة السعي لإحراز هدف مبكر من البداية يريح الأعصاب، وعدم يعني شدد على أيضا نقطة تانية إن يعني لعيبة النادي الأهلي بعد الهدف ما نستكفاش، هدف طالما عندك القدرة إنك تجيب هدف تاني وتالت ده شيء مهم جدا، شدد على هذا الامر، حذر اللاعبين من ان المرحله القادمه زي ما انت قلت زميلي العزيز ان فرصتك في ايدك وفرصتك ما بين اقدام لاعبي النادي الاهلي، مش عايزين فرصتنا تبقى متعلقه بالاخرين، اكسب الثمان ماتشات انت هتبقى بطل الدوري، انت هتحافظ على اللقب. ده منعكس على اللاعبين، الحاله النفسيه عند اللاعبين خلاص، اللعيبه لعيبه النادي الاهلي من كم الضغوطات اللي بتاخدها من كم البطولات خلاص بقت اعتقد الرساله بتوصل بالعين مش مجرد كلام فقط، بالعين اللعيبه. كابتن سيد عبد الحفيظ دوره مع اللاعبين، الكابتن سامي قمصان، طبعا في ظل الغيابات انا برضو انا عايز اطمنك زميلي احمد على الغيابات الموجوده في النادي الاهلي، لان كان ليا حديث مع الدكتور احمد ابو عبله واتكلمنا على الخماسي المنتخب الاولمبي، حاولنا ان احنا نطمن عليهم، قال لي طبعا انت عارف اختلاف الساعه البيولوجيه ما بين مصر واليابان، الجهاز الفني فضل ان هو يدي مزيد من الراحه للاعبين على الرغم من احتياج الجهاز الفني للاعبين، على الرغم من يعني اهميه المرحله، لكن دايما النادي الاهلي بيفكر في مصلحه اللاعب ويهمه سلامه اللاعب، لذلك هو فضل انه يدي مزيد من الراحه للاعبين. لكن ان شاء الله غدا في اول تدريب للفريق بعد عقب المباراه ان شاء الله وتحقيق الفوز على فريق وادي دجله بمشيئه الله يا رب، هيكون اللاعبين موجودين في ارض التدريب مع الفريق. ايضا وليد سليمان اللي طمنت من خلال الدكتور احمد ابو عبله على حاله وليد سليمان، قال لي عقب مباراه سيراميكا هيكون موجود معانا في التدريبات الجماعيه ويشارك بصوره اكثر، يعني ان شاء الله يكون بصوره مطمنه ويكون موجود معانا. لكن اقول لك ان اللعيبه كلها مركزه ان شاء الله، مباراه مهمه جدا إن شاء الله. النهارده بمشيئه الله يا رب لعيبه النادي الاهلي هيحاول الفوز على فريق وادي دجله ان شاء الله، النادي الاهلي يعود لصداره الدوري. سريعا فاروق عندك اخبار عن وادي دجله؟
بالفعل بالنسبه لفريق وادي دجله طبعا الكابتن عبد الباقي جمال كان تولى المهمه خلفا لماريو سلس، قاد الفريق في 4 لقاءات، حقق الفوز في لقاء وتعادل في 3 لقاءات. اتكلم مع اللاعبين على ضروره استغلال مرحله الضغط والايجاد اللي بيعاني منها النادي الاهلي، واقدر اقول لك تشكيل فريق وادي دجله لهذا اللقاء هيكون ممثل في محمد عبد المنصف في حراسه المرمى، قدامه 2 قلبي دفاع محمود مرعي وخالد رضا، في اليمين بسام وليد، في الشمال اسحاق ويعقوبه، 3 في منتصف الملعب محمد رضا، محمد عبد العاطي، احمد سعيد، قدامهم مثلث هجومي مكون من حسام عرفات، صلاح امين، واحمد عاطف. ده التشكيل يعني من المران الاخير لفريق وادي دجله، لكن بمشيئه الله زميلي احمد كل توفيق لفريق النادي الاهلي في المباراه المهمه امام فريق وادي دجله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح من مقر اقامه النادي الاهلي، كل التوفيق لفرقتنا، نقطه في منتهى الاهميه.